تحياتي للجميع، كيفكم يا جماعة؟ شو الأخبار؟ معكم عبد الحناوي الساحر العربي من سوريا، ورجعت لكم بفيديو جديد. ومثل ما عم تقرأوا بعنوان هذا الفيديو، هذا الفيديو رح نشوف مين بيعرفني أكثر من رفقاتي. معنا أحمد منصور، مازن عرمان مدير قناتي، وأحمد منصور هو رفيق المفضل. أغنياء عن التعريف طبعا. أنا مجهز هلأ بالدفتر يا جماعة أكثر من 15 سؤال، ورح أسألهم هن الاثنين الأسئلة نفسها، ومين بيجاوب صح وأسرع رح يكون هو الفائز. العقوبة رح تكون يا جماعة انه هن الاثنين رح يمسكوا طاجونة، وهي بقلب هي الطاجونة رح يكون في مي، وكل حدا بيجاوب غلط رح ينزل يلك راسه بالمي ويرجع يطلع. وبنهاية هذا الفيديو مين بيجمع نقاط اكثر رح يضرب الخسران كف رخوة. مع 100 يورو رخوة شو؟ مع 100 يورو. 100 يورو شو؟ لا هي 100 من عنده، هي مو من عنده، انا ما بعطيك اياها، هو بيعطيك اياها. شو بدي اعطيك؟ تمام. وليش لي يعني كانه انا الخسران؟ شو بدي اعطيك؟ اخر شيء اخر شيء، قبل ما نكمل هذا الفيديو يا جماعة لا تنسوا انكم تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتكتبوا لي بالكومنتات مين بتحسوا انه راح يفوز، احمد او مازن. وهلا كل واحد يحمل. طب ليش الي الصغيرة؟ على فكرة هي احسن مشان انت راسك مربع. انت راسك كبير اخي، اسمي راسك. طيب هاتوا انترو. اوكي يا جماعه، انا رح ارجع شوي عشان ما حدا يشوف الاسئله، وهلا رح اطرح الاسئله عليك وعليه. اول سؤال، مثل ما قلت لكم ما بتجاوبوا مثل الهمج هيك مع بعض، الاسرع والصح هو اللي بيكون ربحان. تمام، انت النظارات ممتاز. شو لا يعني الاسرع والصح؟ نظام. اوكي، شو اكثر لون بحبه عبد حناوي؟ اسود. الاحمر. لا اسود. لا ازرق. صح لك. روحي. لك انا بحب الازرق. لك لا لا مو تشرب. لك راسك وطلع. يلا شو عم نحكي؟ ما في بشكل. لك وطلع. لك وطلع. مو تحمس لي. لك ما نزل غير مناخيره. فاتت لراسي. لك دعنا احنا نبلت يا زلمه. يلا لا تزوغ اخي. باخر انزل كلي احسن ما تكب على حالك. راسك. ايوه هيك. انت عيني بهرد بهرد طبقت ما بشغل. بس خليك تمام. السؤال الثاني هلا هون صار في عندنا نقطه لا احمر لا نقطه لا مازن حطها. اوكي انت بدك تلعب الازرق. تمام. اوكي مين بيعرف نمره رجلي؟ 42. لا هي 46. صح لا لا هي 46. لا ما بمان. لا ما بمان. والله ما بمان. طيب خليني احكي له. كبر بوشه. خليني احكي له شغله. هي 46. مين اكبر رجل بين الشله كلياته؟ حناوي. تمام. هي واحد اثنين يا جماعه، انا نمرة رجل تقريبا فيكم تقولي 43 او 46 السوري، بس انا 42 الالماني حسب احيانا على حسب الاوائل. تماما. فهلا هو انت 42 هو قال 43. لا غلط. لا هو اصح منه. ما مهم انه قديش نمرة رجلهم، هم قديش بيلبس. هو الاصح. لا مو بلا. اي والله مو بيلبس. هو الاصح. خلص نقطة لمازن. ما بيزوغ. يلا احمر يلا لك ثاني. يلا يلا لك. خلص اخي ما رح لك انا اليوم. اوكي السؤال الثاني. السؤال الثالث يا جماعه، وانا متاكد انه احمد رح يجاوب عليه فورا. الماده المفضله لي؟ رياضيات. صح لك مازن. لك لك والله ما عرفت شو جواب. بكر رياضيات. لا هو كان يلا لك. لك اطلع على الكاميرا. تمام لك زين. يلا ها دق امي دق. انا بعرف حالي. لا تزول يا اخي. لا لك عم يقلب لك. قلت لك شوي. ليك عندي يا الله. يلا خلص بلا قفله. خلص انا بساوي. ها نزلت شعره من راسي. والله شو هذا؟ لا دقيقة روح عبيها شوي. روح عبيها ولا لا؟ لا اخواتي رح نوقف دقيقة. لا عن جد. خلص احمد. لك انت خسران. زين يلا زين نظامي. تمام نعيمك. يلا مامك هنا. قوم جيب بشكير. السؤال الثالث. لا خليكم قيموا البشاكير هلا جنب. السؤال الرابع يا جماعة، أكثر صفة حلوة بعبد حناوي. عيونه. صفة. يا لطيف. يا لطيف شو أجدر. ما في.
طيبة قلبه. لهلا لهلا مو عارف لا لا غير طيبة قلبه. لا هو فعليا صح. انت جاوب بس اعطيني جواب. بلا في انه دقدق ما رح اعرف اقولها بكلمة واحدة بس رح اشرح انه وقت بيكون في بباله هدف خلص حطه بباله خلص هو بده يساوي ان شاء الله شو ما كان هذا ولا خل هدف لا امبلا صفات عم بقول هاي صفات هدف هاي كمان بتحط. طيب انتوا جاوبكم انتوا اثنين صح بس انا بعتبر اكثر صفه حلوه فيني نخوتي كتبت انا رجولته هكي نخوتي. الرجوله غير النخوه هاي الرجوله هو لهفتي لهفتي على رفقاتي او لهفتي على اي شيء يعني اي شيء بيخصني طيب طيب هلا هلا ما راح اعطيكم ولا واحد غلط غلط اكثر صفه بكرهها عبد حناوي بحال انه عصبي ما في غلط والله سوا كنت انا غلط والله سوا غلط والله متأدي غلط على السريع مبارك كان عم يقولها غلط اسرع انا من هناك والله يا جماعه انا مالي كثير عصبي لا والله كثير عصبي يعني عادي يعني بس وقت عصب الله يوريك اوكي بس يلا اخي ماشي حمم وشك مو الارض شو دخلني عم تشرشر على فكره الارض عم تشرشر عم تزرزب عم تنقل معلم الارض عم بيجيها مي اكثر من السؤال اللي بعده يا جماعه عبد حناوي لو ما كان ساحر شو راح تكون موهبته شو كان موهبته مغني لا 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 بس سؤال وقف مغني موهبه ولا مهنه مغني موهبه يا مغني يا منشد بس مغني لا انا بعرف لا مغني منشد لا مغني ادم نابلسي شايفه ادم نابلسي يا زلمه لا انا كنت منشد انا بعرف انه هو كان منشد انا كنت كان فعل ماضي على فكره هذا الكلام انتم يا جماعه اول مره بتسمعوا بحياتكم يمكن ما بتعرفوا اني انا كنت منشد بس هلا بحكي لكم اياها بعدين بحكي لكم بحكي قصه الكراتين شو انا لو ما كانت موهبتي السحر شو الموهبه الثانيه يلي راح استبدلها مغني لا غير الغناء غير غناء منش انا غيرني يا عم يفضح عينك انت صار له رفيق 13 عندي اربع مواهب ما بيعرفوا ايه انا عرفت ترينا شو انه بتدرب بالنار لا هي مو هذا الشغل مغني اخي ما في لا انت جدبان انت والله ما في برقص بريك دانس هدول ما في هدول هي موهبه بس ما حتساويها هي انت قلت لك اثنين معناتها معقوله تطلع على اليوتيوب تعملها لك انت وياه معقول يطلع يعملها هلا هو مغني بس هو عم يجتبها مشان احنا لا لا لك انت وياه والله لك عم بتقص مصاري انتوا اثنين رح تلقوا هلا اخي انا مواهبك ليك بتعرف شغل شوفوا هلا اللقطه حلوه صلي على النبي هلا مواهبك ارفعوا الاثنين مع بعض اسمع شوي لك ارفع الاثنين انا بعرف بتعرف شغله مواهبك خلينا هي بيعرف هلا نحن هذا رح نقصه تمام يلا ارفع انت وياه دقيقة شوي شوي نطرق راسي براسه انتوا اثنين خسراني لكم عم تاخذ لك شفطة انت اعطيني اصغر طاجونة عندها عم بدل تاخذ اوكي لا اعطيه والله اعطيه لا هذا راسه اكبر من راسك لا لا خلص هو قال لي عرقه كله صار بالمي طيب نجي للسؤال اللي بعده شو اسم المستشهد الاولى بحياة عبد حناوي المستشهد الاولى طبعا يا جماعه المستشهد يعني الاكس بنحكي شو رن لك شباب رح ارجع عيد السؤال شو اسم المستشهد الاولى بحياتك انا من هلا بقول ما بعرف قمر لانه انا ما لما لا فضحني هذا اسمه كله اول مستشهد اول وحده انا ما بعرف انت لازم تعرف على فكره والله هيك لانه اللي بيتابعني على الانستغرام منيح اكيد متاكد انه بيعرف لانه مره نشرت ستوري عليها وهي الستوري ضربت ده انا اجرب اشلف اسامي تبع سندويشه الزعتر رح اشلف اسامي يعني كنت لف لها سندويشه زعتر رح اشلف اسامي كان شوارب اطول من شواربي من عند دينار بعرف بلا شيماء والله بدي اقول ما في ابي والله انت انت فارت زي ما حاس حالك تعزيز أربعة فيديو لإله الأخوات حاس رؤوف يا زين شو السؤال اللي بعده شو أكتر يوم بكرهه بحياتي أعطوني التاريخ يوم الأحد لا يوم اللي عايش يوم اللي طلع منه من سوريا ايه شو هو؟ التاريخ هو يوم سو انت لازم تعرفه لأنه انت منتج الفيديو 16-11 تقريبا لا دا 29 لا مو 29 بعرفه انا 10 لا 4 وهي لا انت الشهر السادس لا صار سادس خامس انت طلعت ب 12 بحدي انت طلعت بالشتاء معناته بالثامن لا بالتاسع الله يخرب لا عم اقسم بالله انا ما عليكم قدام الناس كنت رفعت ضبجه معلم 16 9 2016
2016 صح 2016 ايه اكيد يلا لحد لل 20 على السريع لازم تعرف والله 13 9 على فكره عيب عليكم بين 13 9 لا وحتى يعني التاريخ يا جماعه مكتوب 5 شو 5 5 دقيقه لا انت شو طلع موبايله اليكم ما فتحت شيء ما في والله ولا ما فتحت شيء يا جماعه التاريخ مكتوب على هذا البلوك تمام 5 4 لا 5 5 لا 5 8 5 8 2016 لا 5 1 صح لك لك والله مدري شو شفت بالموبايل والله لا 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 شوف لا. اخر اخر شيء يلا ما زين ثلاث نقاط فرجيني شو شوف لك لا لا خلي خلي شوف عليك على فكره على فكره فيديو تصور لا لا والله ما في لك التاريخ 5 1 2016 يلا لك كشو لك يا احمد والله لكيت لك انزل يا زلمه يا يابا هاي لازم حصل مينس نقطه عنده هلا السؤال اللي بعده يا لا ما حس انا اللي اكلته هلا لا يا زلمه انا لا خليني اسالكم السؤال يا هذا الجواب تقريبي لازم هلا انتم تعرفوه كم متابع عندي على تيك توك مليون 600 سوا والله سوا لا هو في كسور فمين اول واحد بجيب هاي الكسور شلون يعني كسور؟ يعني 1000 مليون 600 و مليون 600 و 400 الف مليون 600 و 400 الف صاروا مليونين هو مليون 600 طيب بما انكم انتم الاثنين قلتوها لا لا خلاص انسى كم متابع على اليوتيوب عندي؟ 87 الف 78 عفوا خربطت بالارض ما في انا قلتها 78 غلط لا انا اللي قلتها لا انا قلتها لا هو قال اول لا لا كمان لا أمان انا ما ما اوكي اوكي بس لازم قلت لك لانك غلط وانت لازم انا ما قلت لا لا هو قال بعدي لهيك ما راح اخذه ما جاوبت يلا زين لك هبط والله جعبالي لك خلصنا يا جيب لك يعني حالي احمد ما بياخذ نقطه على فكره طيب محلاوي ياخذ نقطه تحط لي نقطه كذا شو الفيديو يلي انا صورته شو الفيديو يلي انا صورته ما شفته غير مره واحده لهلا تبع وقت امها بتقول لها صح مره واحده ما شفته غير مره واحده قول احمد نقطه هلا ماشي لا ابر الخساره زين والله نزلت ليك شبيني يا زلمه اوكي والله ما بتبل شيء لا مبلا حممت انا يلا السؤال اللي بعده شو اكثر اسم انا بحبه لا اسم شو بنت ولا شيء بغض النظر بنت او شب فراس لا اكثر انا بحب اخي فراس تحياتي لعلاق اسم اخي اسم اخي الكبير في هذا اسم بنت اخي بنت اختي شو بعرفني انه هو اسمه لا غير لازم تعرفوه يعني والله العظيم حسكم اخبياء ولو ابو شو هو ابو شام صح هو يتذكر قبلك نقطة لأحمد دي لا ما بنزل يلا غطس ايه ايه ماشي بغطس غطس ايه شو بدك تسمع بخلقتي يعني؟ من انت فتى سوري هلا بالطاجون عليك هلا في السيار عمل لك تيست هلا في سي ار معلم هلا بعطيك فحص اسمه في سي ار شو اسمه؟ في سي ار طيب شو اكثر شغلات بتستفزني انه حدا يعملها معك؟ استغباء كذب استغباء الكذب انا بتذكر انا حربة. انا بتذكر مره فعليا سألت عبد انا مره ضايقه بالمقطع حديثك سالته مره قبل هالمره وقال لي الكذب بس ايه بس هو جاوب استغباء انا هو نفسه انا بكره ثلاث شغلات حدا يستغبيني ويكذب علي ويحس حاله ذكي وحربه عرفت؟ لا حربه حكيت انا غلط يلا نقطة نقطتين لي دبل بوينت والله زين هون نزل ايدك هون وراسك هون بحياة الله والله لا شو رايك فرد مرة اشلحوا اصبع؟ لا شو رايك تتوضا؟ يلا اطلع شوي بوينت لا كلها فيروسات بعد طيب يلا يا بابا بأنو ايدي بيكتب عبد الحمد الله بيمين غطس مع بس لا يا زلمة والله جاوبنا سوا على فكرة بس انت ترجع تمنتج فيديو رح تشوف انه هو انا سريع
سابق ولاحق ما في مجال انت. يلا غطي 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 يلا يلا. نعيمة حمامك هنا. انا ما عندي مشكله بخسر بس هذا عم يستفزني. هذا كان عم يستفزني. انا بدي اعطيك بودره هامول لتخلص. يلا السؤال اللي بعده. شو برجي؟ دلو. صح غطس. غطس لك ليك مجهز. غطس غطس على السريع. مجهز. حط له مي. حط له مي. غطس لاخرو. غطس زين. راح غطس والله الحمام والله. هذا خلينا معنا اليوم. غطس زين. غطس يلا حمامك سعادة. اوكي يلا هلا بما انه هو لساته مغطس. شو قديش مواليدي؟ 29/1/1998. غطس انا مغطس. بعرف مواليده بس خليك مغطس. بعرف بعرف مواليده بس خليني ساكت. شو اكثر اكله بكرهها؟ لا 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 مو المجدد. لا لا هلا بكره هو شو اسمه هي الكباب هندي. صح كباب هندي. الكباب من ما بيحب كباب هندي. كباب هندي موتني ولا اقطع مني لك من جد. اذا بكون بالصحراء وميت ما باكله. هلا ليش الغطاس؟ الغطاس انا ما في كباب هندي. لا ارجع هلا قول كباب هندي وغطاس ما عاد تزبط معك. لا لا امبارح بعرف. انت شو بدك انت؟ غطاس يلا يلا جاهزين على السرعه على السرعه. شو اكثر اكله بحبها؟ شقريه. والله قلتها ما دخلت. لا تعادل. لا هيك صفيت اكل هوا ما دخلت. خلاص معلش لانه ليك تعادل ليك النقاط. لا بشار. اوكي دي بقي شو صار بكمي هلا كده ما عم نفشل. طيب لهون لهون يا جماعه بتكون خلصت الاسئله اللي انا كاتبها. اشربهم يلا اشربهم. دقيقه دقيقه دقيقه. لا طفيه هلا يا جماعه. كل حدا خسر بكل الاسئله اللي انا سالتهم اياها. لك حاله بالمي او لك وشه بالمي. وهلا وصلنا مين خرطه كفله وقلوق. هلا الفايز هو احمد منصور. احمد منصور هلا بده يصف كف رغوه لمازن. لا والاحلى من هيك يا جماعه الاحلى من هيك يا جماعه انه مازن هو مدير قناتي وهو اللي رح يمنتج الفيديو. يعني هو رح يمنتج هو بده ياخذ كف. رح اعمل له بروموشن انا. لا بس ده بدي نوه عن شغله. انا بعرفه سنتين لهذا. ما في سنتين صرك تعرفه اكثر حبيبي. قد ايش صار لك؟ صار لك 4 سنين. صار لك شيء 4 سنين والله. ايه ما تعرفنا بعض وقت عم بيقول لك. لا اسمع ايه معلم الوقت كالسيف لم تقطعه بيقطع. بده يخرطك كف على السريع. ايه على السريع. زين 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 فاتي دوام بدك تضربك كف هو. ايه ايه زين يلا زين عود على السريع على السريع على السريع. قرب قرب سلام. نزل ايدك سلام بحياك شرفك نزل. واحد اثنين ثلاثة. ايه هذا كف قهوة مو كف قهوة. الى عندي يا حرق جيبك حاط قهوة. أقول حنا بجريحة. قرب 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 كف قهوة هذا مو لك. زين زين ورجيني الكف لك ورجيني راسك. ولا حالي عم تجريحة يا عفو الله. كف قهوة والله وحش والله وحش. على فكرة لازم لازم ترد لها بالفيديو الجاي. ليك انت بكاميرا حسابك الفيديو الجاي. والله ماني طالع على الفيديو. ولهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو يا جماعة. بتمنى لكم تكونوا انبسطتوا وعرفتوا معلومات عني أكثر. اللي فاز مثل ما انتم شفتوا هو أحمد. الفيديو الطالع معلومات عني. تحياتنا لمازن ولأحمد. كونوا بخير يا جماعة ولا تنسوا تحطوا اشتراك ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا كومنت حلو وتشتركوا تحت بقناتي. سلام. شو قناتي هاي كمان؟ قناته عمل إعلان لحاله. قناتي عمل إعلان لحاله حبيبي. أوكي سلامات يا جماعة.